كتير من المشاهدين اتعلقوا بيها جدا في دورها في مسلسل إلا أنا اللي اتعرض على شاشات دي أم سي. الفنانة الشابة والصاعدة اللي لفتت الأنظار في الفترة اللي فاتت الفنانة هاجر أحمد. أهلا بيك يا هاجر. أهلا، ازيك يا انسي؟ ازيك؟ طبعا يعني شياكة فستان جميل جدا. انت اللي عايزين أولا نتكلم على وجودك النهاردة في المهرجان. بتشوفي المهرجان ازاي؟ بتشوفي الفعاليات اللي موجودة في المهرجان؟ وطبعا طموحاتك في السينما عاملة ازاي؟ أولا دي أول مرة أحضر مهرجان القاهرة، فأنا يعني ممكن تبقى إجابة معتادة جدا، بس لا، أنا حاسة فعلا أن أنا فخورة أن أنا بحضر مهرجان حضروا نجوم العالم كلهم، النجوم اللي أنا شخصيا يعني أعلمه في حياتي كلها وبتعلم منهم، فأنا فخورة جدا أن أنا موجودة في مكان هم كانوا موجودين فيه. انا لسه ما اتفرجتش على افلام، بس انا ان شاء الله ناويه ان انا احضر كتير، اتفرج على كل الافلام، يعني عندي حماس ان انا اتفرج على كل حاجه ان شاء الله. طيب انت بالنسبه للورش اللي هتكون متعلقه بصناعه السينما، قد ايه حريصه ان انت تحضري حاجه زي كده؟ واحنا عارفين ان انت دلوقتي بقيتي ام وعندك بيبي لسه عندها 6 شهور، قد ايه دلوقتي بترجعي تاني واحده واحده للفن والدراما او السينما؟ لا يعني بديها حقها طبعا كامل متكامل، يعني باجي على كل حاجه بس انا بديها حقها. ورجعت واحده واحده لان السينما في دمي، يعني ما اقدرش ان انا اتخلى عنها ابدا. ومبسوطه ان شاء الله، متحمسه. عندي فيلم، كام فيلم بقراهم، وان شاء الله في الدراما هبقى موجوده في رمضان السنه دي باذن الله. بقرا برضو، بس انا يعني لسه ما استقرتش على حاجة. أول ما استقر إن شاء الله هبقى هعلن إن شاء الله. طيب لما نقول النهاردة في مخرجة زي كاملة أبو ذكري بتتكرم، طبعا في فنانة جميلة وعظيمة زي لبلبة، أجمل واحدة في العالم. أكتر حاجة تأثرتي بيها من لبلبة في تاريخها ده كله تقولي لها إيه؟ يا أستاذة لبلبة، يعني خفة الدم على الجمال، على الشقاوة، على الحلاوة، على كل حاجه. هي ممثله شامله من الناس اللي انا بتفرج عليهم طول الوقت وبضحك. نادرا لما بتلاقي ممثلات بنات يعني كوميدي، فهي كانت عامله كل حاجه، فانا مبسوطه جدا. انت بتحبي الكوميدي يا هاجر؟ قوي. يعني انت عامله فيلم زومبي مع علي ربيع؟ انا عملت كوميدي كتير. اخر حاجه كانت فيلم زومبي. الكوميدي صعب، مش حاجه سهله يعني، فهي كانت عامله الحاجه الصعبه دي، فانا فخوره بيها. والمفروض كان التكريم ده من زمان، بس طبعا هي متكرمه في قلوبنا كلنا يعني. طيب انت كل فنان بنقعد معاه يقول انا بقرا حاجات في عمل ليا في رمضان، عايزين نعرف شويه تفاصيل. والله بس انا هقول لك، انا دايما بحب اعمل الحاجه مش لمجرد التواجد، يعني اعمل الحاجه ابقى الناس هتحبها، الناس واخده مني على حاجه معينه بقدمها، فلازم ابقى قدها. فانا بقعد اقرا كويس جدا واتناقش كويس جدا، ونغير ونشيل ونحط ونركز هنشوف هنعمل ايه، وبعد كده انا ابقى موجوده ان شاء الله. طيب لما تقولي اول مره احضر مهرجان القاهره السينمائي الدولي، احنا بنتكلم على الدوره 44 ما شاء الله، فشعورك ايه النهارده؟ وبتتمني ايه للسينما المصريه، وخصوصا انتوا الفنانين الصاعدين في عالم السينما، وطبعا سينما عريقه السينما المصريه. انا اول حاجه اتمنى ان انا ابقى موجوده طول الوقت في السينما وسط كل النجوم دول بصراحه، يعني الناس اللي انا بتعلم منهم طول الوقت وبتفرج عليهم، وهم اللي حببوني في السينما. فانا اول حاجه اتمنى ان انا ابقى موجوده ان شاء الله في السينما بحاجه كويسه طول الوقت. انا شايفه النهارده في تنظيم قوي، ما اعرفش كان قبل كده ايه، بس انا شايفه النهارده لا، في تنظيم وناس بتستقبلك من الاول للاخر وبيقولوا لك تعملي ايه، ففخوره جدا ومبهوره بصراحه. فأتمنى كل التوفيق وكل السنين الجاية إن شاء الله تبقى أحسن من كده كمان. وشكر خاص طبعا للفنان الكبير حسين فهمي، عامل مجهود. هاجر، أنت بتقولي إن مبسوطة أنك تكوني في وسط نجوم كبار يعني علموا معاكي في حياتك. طبعا. طيب مين الفنانين اللي ادوكي نصايح معينة ومش قادرة تنسيها؟ بصي، انا طول الوقت لما بشتغل مع حد بحاول اخد الحاجه الحلوه، يعني اتعلم منه الحاجه الحلوه اللي موجوده فيه. ممكن اتعلم، بيعلمني ممكن اداء معين، انفعال معين، ممكن مدرسه معينه انا اتعلمها ما كانتش عندي، فكل الناس دي علمتني. وطبعا كنت بشوف نصايح كتير، كان من اهمها كانت النصيحه المتكرره طول الوقت انه انسي هاجر لازم تحافظي، يعني كانوا بيقولوا لي طول الوقت انا لازم تحافظي على براءتك. براءتك ما تغيريش في شكلك،
لازم تحافظي على براءتك. اشتغلي كوميدي علشان انت بتجمعي بين الكوميدي وبين الرومانتك فهيبقى شكلك كويس. فبسمع طبعا النصايح طول الوقت. بمعنى ايه تحافظي على براءتك؟ يعني بلاش بقى عمليات تجميل. اعتقد متهيألي هو ده اللي يقصدوه تقريبا. بس انت تحبي تعملي كل الادوار مظبوط؟ احب اعمل كل الادوار، كل الادوار اللي مش شبهي صعبه. يعني الا انا الاخير اللي انا كنت عملته كانت مش شخصيتي خالص، كانت بنت سعوديه ورجعت القاهره وبتشتغل وليها حتى اللهجه بتاعتها مختلفه. فده كان دور انا كنت متمسكه بيه جدا 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 وعملت فيه مجهود، مع ان انا كنت تقريبا في الهاني مون. بس قررت ان انا لازم اعمل الدور ده، كان اعملي حاله انبهار يعني. الحمد لله الحمد لله كل اللي انا كنت عايزه اقدمه في الدور ده وعايزه اقوله، وكان بيضايقني انا شخصيا، وكنت يعني مشكلة أنا في حياتي بشوفها طول الوقت من ناس قريبنا صحابنا ناس في الشارع، قدمته فيها زي ما أنا حسيته بالظبط الحمد لله، وناس تأثرت بيه يعني الحمد لله. احنا بنشكرك جدا يا هاجر، بنتمنى لك كل التوفيق. Thank you so much. شكرا. فرصة سعيدة. شكرا.